موجز الاقتصاد، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد وكردستان العراق، وذكرت مصادر في بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وصل إلى 1450 دينارا لكل دولار واحد، مشيرة إلى أن أسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد لأكثر من 1460 دينارا عراقيا. هذا وسجلت بورصة إربيل ارتفاعا بأسعار الدولار أيضا، حيث بلغ سعر البيع 1450 دينارا لكل دولار أمريكي واحد. كشفت السلطات الحكومية في العراق عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بمحاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد في محافظة ديالى، وأكدت السلطات أن القوات الحكومية أوقفت الشاحنات الثلاث وهي محملة بعشرة أطنان من المحاصيل الزراعية المختلفة الممنوعة من التصدير تسلك إحدى الطرق شرقي ديالى. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط كميات بيض مخبأة ومعدل التهريب في منفذ زرباطية الحدودي الذي تسيطر عليه الميليشيات الموالية لإيران، وقالت الهيئة إن مفارزها في منفذ زرباطية الحدودي ضبطت 700 كرتونة من بيض المائدة مخبأة لغرض تهريبها بما يخالف ضوابط الاستيراد وحماية المنتج المحلي. قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن المواد الغذائية المهدورة عبر العالم وصلت إلى نحو 930 مليون طن، وأكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الكميات الغذائية المهدورة تمثل 17% من الأغذية المتاحة للمستهلكين عام 2019. وأفاد استقراء بيانات تقرير برنامج الأمم المتحدة بأن مصر تأتي في مقدمة البلدان المهدرة للأغذية في المنطقة العربية بتسعة ملايين طن، ويصل حجم مساهمة كل فرد بذلك بحوالي 91 كيلوغراما في العام. ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 4.9% خلال الشباط الماضي مقارنة مع 4.8% في شهر كانون الثاني السابق. وقال الجهاز المركزي للإحصاء المصري إن التضخم ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.1% خلال شهر شباط مقابل انكماش بنسبة 0.4% خلال كانون الثاني الماضي. ويأتي ارتفاع التضخم على أساس سنوي مدفوعاً بصعود أسعار الخدمات والسلع المتنوعة بنسبة 9.4% والرعاية الصحية بنسبة بلغت 5.4% والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بزيادة 5.1%. أعلن معهد الإحصاء التركي انخفاض معدل البطالة في البلاد رغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على سوق العمل العالمي. وتشير بيانات معهد الإحصاء إلى انخفاض معدل البطالة في تركيا خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بكانون الأول عام 2020، حيث سجل 12.4% خلال الفترة المذكورة. ختام الموجز برعاية الله.